أنا من ضيعة اسمها دير عطية، من عيلة فقيرة مرة، ويا دوب عم نطلع أكلاتنا وشرباتنا. أبي بيشتغل فلاح مرابع، ما نو ملاك. من سنتين ثلاثة إجانا الجراد وقش كل شي، ما خلى شي، الأخضر واليابس صفينا على الحديدة، وما عاد عرفت أشو بدي أشتغل. ما خليت شغلي ما اشتغلتها، طبشت قلاع، سقيت مي، لميت زبل من تحت الدواب، بس كانت الأجرة قليلة. سكرت كل بواب في وجهي، هيك تأجى واحد عدير عطية عضيع لعنا، وقال إنه بده متطوعين بالجيش الفرنساوي وبأجرة مليحة. قلت أخ هاي هي، اجيت على رجليها. رحت قلت له لأبي إني بدي اتطوع بالجيش الفرنساوي. قال لي إذا بتتطوع في الجيش الفرنساوي على هالدار مالك فوتي. ما طوعته لأنه الجوع كافر، واتطوعت في الجيش 3 سنين هيك حتى شفتك. لك أنت لو سمعت من أبوك يا عقوب، مو أحسن ما تروح مع الفرنساوي الندى؟ أنا ما كان قصدي أخالف أبي، أنا كان بدي أساعده وأساعد عيلتي، بس اللي بيعرف بيعرف، اللي ما بيعرف بيقول كيف عدس. أنت جربت خطرة تقعد يومين ثلاثة بدون أكل؟ لأنه أخوتك صغار ما بيتحملوا يقعدوا بدون أكل وأنت بتتحمل. جربت تاكل طوال الأسبوع فتت شاي وخبز يابس وتكتر سكر مشان تشبع أوام؟ جربت تنام والدنيا دانوب برد كتير وما معك حق حمل شي حتتدفى فيه؟ جربت؟ جربت تنام انت 11 واحد بغرفة واحدة، لأنه الدهر كله غرفة واحدة؟ الفقر بشع، بشع كتير وندل، بيخليك تسوي أي شيء مشان تهرب منه. هالأشو جابرك على المر، قال له اللي أمر منه. ما تأخذنا عمي يعوب، الله يستر على عرضك، قلبنا عليك المواجي. لا ولا يهمك، هالخد تعود على اللط، هاي هي قصتي. أشو بدك مني؟ إيه يا أخي، اللي بدي إياه منك بده يضل سر بيني وبينك، ما بدي مخلوق ان يخلى يعرف بالموضوع. سرك كبير ما له قرار، قول. اسمع منيح، بدي منك تنزل على حارة اللوز، بتروح لهنيك بدي اقدس لي، بتسأل لي على كل كبيرة وصغيرة شو عم ينحكى علي شو ما عم ينحكى علي، وش كان فيك تدبر شغلي هنيك بيكون كتير منيح. مشي. من فوتك على الحارة بتسأل على واحد اسمه نوري ابو الدهب. شو اسمه؟ نوري ابو الدهب، رجال معدل وقبضاي، هو بيشتغل فران هنيك بالحارة. بتروح لعند منه وبتقله يلاقي لك شغل، مش كان بتقدر تلاقي شغل عند منه بيكون كتير منيح. وأيمتى بدي روح على الحارة؟ من على بكرة الصبحيات. مشي يا بضاي لعيونك. سيك دو أشو بدي أسوي فيهم؟ هدول بتروح بتشري لك فيهم كم واعة، بعدين بتروح الحمام تتخسل قبل ما تفوت على الحارة. مش كان حسيت إنه أهل الحارة حسوا عليه تحمل ضربة طريقك وتفرك أوام من الحارة؟ شو فهمت؟ صغيري مثل ما بدك.